والاتجاه اللي احنا شايفينه دلوقتي هو ان الاسلوب الاكثر شيوعا عند الناس دي استقبال الاخبار في يتجه دلوقتي ان هو هيكون عن طريق التليفون. التليفون تفوق بالفعل في الغرب على التلفزيون والراديو كالوسيله الاولى في تلقي الاخبار، وده يعني في طريقه اللي هو يحصل في العالم العربي. الخدمه اللي احنا بنقدمها زي ما سمعنا من الاستاذ سمير، احنا برضه بنبحث عن تلبيه احتياجات الجمهور وحاولنا